دوري العميل صفر. العميل صفر ده فرد امن بيحاول يكون جيمس بوند وهو مش مؤهل لده، فبنشوف هينجح ولا لا. الدور في الفيلم اسمه الدقاق، هو حاجه كده غريبه عجيبه، حمسني كل عناصر الفيلم، استاذ المنتج وائل عبد الله، المخرج كريم، الاستاذ اكرم حسني انا بحب شغله جدا، الكل الكل الكل. انا عامله شخصيتين، عامله حوريه وعامله شويكار، اختين توام، واحده خايف فيها خير وواحده فيها شر، الاثنين شبه بعض بالنسبه لي كصعوبه. حلوه قوي ودمها خفيف لا احنا كنا الحقيقه تيم حلو الحمد لله. احنا التصوير ده اصلا كان فيه سحل كتير وجري كتير وربط كتير، فكان فيه مجهود بدني، انبسطنا. بصي انا كنت من ساعه مصور قتيل وانا كنت طول الوقت مش هعمل اي، ما كانش بالنسبه لي السينما اي فيلم هيجي لي هعمله وخلاص، كان لازم يبقى فيلم اتحمس له فعلا لان ده اللي باقي في الاخر. واول ما اكرم كلمني على الفيلم واستاذ وائل كلمني قعدت معاهم وحكوا لي الموضوع، اتحمست جدا للشغل مع استاذ وائل واستاذ لؤي واكرم طبعا، احنا اصحاب من زمان جدا من ايام رايح المدام، وقلنا يلا اول مشهد اصعب مشهد هتشوفوه. والفيلم الكواليس كلها كانت حلوه صراحه من اول يوم لاخر يوم، الحمد لله الكواليس كانت لذيذه وخفيفه على القلب ومفيش مشاكل الحمد لله رب العالمين. عندي مسلسل تاني بنحضره انا وكريم فهمي مع استاذ صادق الصباح، تاليف عمرو محمود ياسين، ويا مسهل.